فقط تصحيح الأستاذ أبو تيلا صعوب جدا. أنت قلتيها السجن مكان مغلق، السجن ما يمكنش يخرج منه الميكروب إلا ما جاء الفيروس، خصو يجي عادي يخرج منه. دونك حنا ماشي حنا اللي نشرنا الفيروس في ورزات، ورزات شي حد فيه. وأول شك اللي كان عندي، علاش أنا مشيت عطيت النموذج ديال سميتو في واحد الاجتماع وعين سولت عاد بدا سولت وزير الصحة قلت له ورزات شنو السبب، عطاني إشاعة اللي كانت تلقات سير اليوتيوب شي موظف قال بأنه المدير مشى ونشط مع راسو دار العرس البنتو في مراكش كذوب. انا تقحت انا بارمي لي زيبوتيز اللي مشات المفتشيه مشات فتشاتها، قلت لهم بارمي شوف السيد ما يمكنش ياخذ راه خصو رخصه من السلطه المحليه، ماشي تما خصو الرخصه ديال السلطه المحليه ديال مراكش، راه غادي يدوز جوج عمالات خصو راه بدا والحوز ثلاثه امبوسيبل. ثانيا قال لك راه الحقه ليبوتيز الثانيه سي كو الليله ديال العفو الملكي راه هذوك الناس اللي كانوا شاركوا السلطه المحليه وكلاء الملك والناس اللي شاركوا دار لهم وليمه عشاء عنده في البيرو، ما كان لا وليمه عشاء، كان كاسكروت هذا ساندويتش عطاه لهم كل واحد كلاه في اتساع ومشى بحالته لان الناس بايتين حتى الخمسه د الصباح. دونك لا اكثر ولا اخر، اذا كاين الاشاعات اكثر منها وكاين تصفيه حسابات من خلال هذا الشيء. وكنقول انا بانه يصعب اون توكا المفتشيه لناس نوزها ومشاو كنت انا براسي راه كنت غادي نمشي قبل ما سمعت من هذه اللجنه، كنت اجلتها طلبت من السيد الوزير باش ياجلها لي، انا كنت غادي نمشي لورزات براسي تكمل المفتشيه ونشوف التقرير ديالها وغادي نمشي نطالع عن كثب على عين المكان ساعه حاجه. الان ملي جات الطياره قلت الله كاين الطياره بلا تحتها ساعه ندوز هذه اللجنه ان شاء الله هذا الاسبوع والاسبوع القادم غادي ننتقل انا الان ماشي باش نفتش، ننتقل باش المعنويات الموظفين على معنويات الموظفين نوقف عليها كيف درتها في طنجه في عز الازمه، مشيت وقفت شفت الحالات شفت المرضى شفت هذا الشيء بعيني باش نشوف ماشي بحال اللي كيقول لك شي واحد خصك تشوف هذا الشيء هذا باش يمكن تثق. اذا يصعب القول او باش نقدموا او نفضلوا ايبوتيز فرضيه على فرضيه اخرى، انما ما يمكن ان اقوله هو يستحيل بانه السجن هو اللي ينشر الوباء، الوباء جاء من برا وديك الساعه يمكن الطريقه الشيء وراه قلتيها الا دخل واحد راه صافي ما بقينا نتحكموا فيه. اللعيبه يمكن راه حنا فكرنا فيها غير بالنسبه للاجانب حيت كنتكلموا على هذا الشيء ديال الهاتف، الاجانب الهاتف غالي عليهم يعني كونتون لان الطريفه ديال الاتصالات المغرب في الداخل حنا عندنا قل من عندنا الثمن في السجون قل من الطريفه العاديه، ولكن بالنسبه للكلام برا لا باسكو سي في الكومونيكاسيون مع ماشي مع بورتال انترناسيونال. فكرنا باش نديروا لهم دي بلاتفورم باش يتكلموا عن طريق السكايب ولا عن طريق شي طريقه من هذه التقنيات الا كان ممكن من الناحيه الامنيه يمكن نحتاطوا منها، ولكن رغم نقول لكم راه غير هذه ديال الهاتف راه غير سيدي ربي حامينا وصافي راه واحد كيتكلم. حنا عطينا واحد الرقم ديال مولا ديال اختو عندها كذا ولكن ما عرفوش شكون في الطرف الاخر شكون هو. الوغ تكلمت على صندوق الجائحه الاستاذ وبعض الاخوان كذلك صندوق الجائحه لحد الان حنا ما استفدنا منه حتى حاجه. طلبنا سيد رئيس الحكومه حالنا على وزاره الماليه، وزاره الماليه جاوبتو باش نقول لكم جنوب كاشي هذه راه لجنه سوفرين جاوبونا عن طريق سيد رئيس الحكومه جاوبنا قال لك راه عندكم انتم عندكم واحد لو فون فلان وعندكم البرمجه الفلانيه صافي لغيوها وشدوا هذه ما يمكنش هذا سي بروغرامي سي ديجا اونجاجي كيسموا دي كريدي اونجاجي تشاو المارشيات هذوك غير ما تخلصوش يعني كيتسناو باش تكمل الصفقه باش تكون ريسبسيون ديفينيتيف باش نخلصوهم ولكن ما محسوبينش عندنا. اللي لقيناه في جبنا وما كنقولهاش سميتو لقيناه وزاره الداخليه في جبنا، وزاره الداخليه اللي شرات لنا هذا الشيء، هذا الشيء راه كان هذوك لي بلوزون راه 600 درهم الواحد اي جوطابل كتقضي به نهار واحد وكتلوحوا لي بافيت سمعتوا الملايين اللي داروا راه سيتو الى اخره اللي وصلت معنا تقريبا 23 مليون 24 مليون ديال الدرهم الداخليه اللي جراتنا حتى لدابا ابتداء من الشهر الجاي خصنا الامكانيات ديالنا حنا هي غنديروا بها شويه ديال التواشي ديال الرشان وديال كذا ديال الكمامات ديال ولكن ما يمكن لناش نمشيو بعيد مثلا لي بلوزون ما يمكنناش نشرو اكثر من 1000 حنا شرينا 4000 كنعتقد سير لي 12000 اذا لحد الان ما كاينش علامه ديال هذا الشيء ديال صندوق الكوفيد وما باين لياش بلي غادي يستافدوا منه. راه جاوبنا السيد رئيس الحكومه جابنا الماليه كنقول لهم هذا الشيء كتقولوا راه ما شادش انتم راكم عارفين الماليه اكثر منا كاين هناك كاين مشكل في الصحه في طنجه حيت الناس الان اللي كانوا مشرفين على المرضى عندي في السبيطار ما كانتش وزاره الصحه كان الهلال الاحمر بتدخل من السيد الوالي انه انسانه السجون من الحمد لله اللي بدات من بكري لان يعني وصلنا عليها لقينا على الاقل عندنا واحد الارضيه اللي بنينا عليها لو كان بقينا في الطريقه ديال التعامل ديالنا ديال التسعينات كنا غادي نوحلوا وحله كبيره جدا. اذا بعض المسائل كتبني عليها على الاقل كتلقى الارضيه مهيئه.
وافقكم الرأي جميعا رغم أنني ما أنا جسيان ديبوزيتير، أنا ما كانش المعتقل، ما كان دي هذا الحبس، ما كان دي المحاكمة، منه إعادة النظر في بزاف ديال الحوايج في القضاء ديالو، إعادة النظر بكل صدق خص تشوف واحد جدود على 600 درهم غادي يدوز 3 دليالي كتصرف عليه 3000 درهم ولا 4000 درهم كيجي عادي كيولي مجرم، زعما شحال من حاجه ما كنضربوهاش الحساب. كنعتقد بانه هذا الشيء اعاده النظر فيه. المحاكمه عن بعد الساده السيدات والساده النواب فعلا اللي قلتوه معقول، ولكن خصنا نشوف هذا الاتجاه على الاقل بالملفات الخفيفه راه قلتيها، الملفات الاحتياطي اللهم ديرها ليه، ولا بقيت تسنى شهر و15 يوم وشهرين عادي استقبلوه وجي، ما كاينش الملف جاهز رجع بحالاتك، ما كاين كذا، اللهم بعد هذوك الملفات الصغيره حيدهم عليك، الملفات الكبرى اللي ثقيله راه غادي تمشي تعاجف الله ويلفو. وكذلك نقول لكم وعاهدكم انه سنبقى متيقظين، ما كاين لا راحه ولا سفر، اللي عنده شي يكون يجي يضرب عليه، ونستمروا في هذا العمل لان هذا الشيء كيف كيبان ما غاديش، نتمنوا على الله لهذه البلاد التيسير والتوفيق ان شاء الله، وشكرا.